يعطيكم العافية أخواني. وياكم بطل موسى. اليوم بناخذ جولة سريعة وخفيفة في صالة فينوس من أقوى الصالات في الدولة. خليكم ياي تعالوا. يعطيكم العافية أخواني. حالياً نحن موجودين في صالة خارجية. طبعاً في الدولة ما في صالة خارجية إلا صالة فينوس. طبعاً مثل ما تشوفون عندنا مراوح فبنسوي مكيفات خارجية. فإن شاء الله طبعاً جونا ما يساعد فنحن بنوفر كل شيء. طبعاً من ناحية المكيفات من ناحية المراوح فبتشوفون قدام أكثر. فندخل داخل. حالياً نحن موجودين في الصالة داخلية. طبعاً مثل ما تشوفون عندنا ملاكمة بوكسينج رانك وعندنا الكيك بوكسينج وعندنا أشياء وايدة. طبعاً الحين بجهز عمري حق التمرين. باخذ لكم جولة تعالوا باخذ البري ورك اوت حسب تعرفوا. طبعاً هذا مدرب عيسى الدح سابقاً. You are the best baby. Hello. 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 Give me some pre-workout. What we have? Camel, camel. Give me camel, camel. بجهز pre-workout الحين. عندنا اليوم bike ride. Nice. Nice. This is two scoop? Yeah. Crazy. Let's see, let's see, let's see, let's see. تعالوا بناخذ جولة في البي اي بي كوفي شوب بي اي بي. تعالوا. طبعا هني كوفي شوب عندنا. طبعا هني في البوكسينج اللي ويا عياله يقدر يجلس هني ياخذ راحته يشوف عياله وعنده كوفي وعندنا مطعم في اي بي تحت. بناخذ جولة بناخذ جولة تحت بوديكم تحت. What else you want? What else? واو. يعطيكم العافية اخواني. حاليا نحن موجودين في صالة جيجيتسو. طبعا على وشك بنسوي بطولات ان شاء الله بطولة بينوس جيجيتسو. فصالة كبيرة وصالة محترفين. طبعا المحترفين يون هني يتمرنون. فحياكم اللي حاب يتمرن اللي متواجد في دبي اللي موجود في دبي طبعا تدور على صالة جيجيتسو. حياكم صالة بينوس مثل ما تشوفون. طبعا اخواني اليوم عندي تمرين باي تراي. بنشوف الاجهزة وبنختار جهاز عشان نتمرن باي اليوم وتراي. فبراويكم اهم شيء في التمارين. طبعا تعرفون لازم تسخن عدل. فسخن تقريبا مال دقيقه عقب ابلش باي تراي. بنبلش اول تمرين بناخذ بار مستوي بس بنلعب نص عقب نص عقب نص. سبعة سبعة سبعة. التمرين المفضل لروني كولمان. يلا خلنا نبلش تمرين كلاتي. ملعب نص سبعة سبعة نص فوق فل سبعة. سبايسي والله سبايسي. طبعا هالتمرين شويه صعب بس التمرين مهم جدا 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 امانه. جربوا ادعي لي. بنلعب ثلاث جلسات هني. بنلعب ان شاء الله اربع تمارين باي واربع تمارين تراي. Thank you.
حلو في هالمكان تتمرن، مكان وسيع والألوان والبرودة في المكان. طبعا ما بتكلم عن الحماس اللي في الصالة، براهنك تصير أي صالة في الدولة ما بتشوف الحماس والموتيفيشن نفس صالة فينوس. علشان شي مسمينا صالة 5 ستارز، صالة 5 نجوم. ما تصدقني؟ تعالوا شوف. سبايسي بيبي سبايسي. طبعا الحمد لله خلصنا تمارين الباي، الحين بنبلش اول تمرين تراي. طبعا مثل ما تشوفون هالجهاز من اضمن اجهزه في تمارين التراي صراحه، يعني اذا ما تبغى تلعب دنابل حر، ترى هالدنابل الحر طبعا مرات يسوي لك الام المفاصل، فهالجهاز يساعدك وايد ومن اهم اجهزه التراي. طبعا هني في سيفتي تحط ريلك حق السيفتي. اوه سبايسي هالوقت، عندنا زحمه بس من مساحه الصاله ما تحس الزحمه صراحه. الحمد لله خلصت التمرين اليوم، والحين بنسير فوق بناخذ جولة فوق، عندنا مطعم، عندنا محل فينوس، وإن شاء الله طبعاً بعد التمرين في بالك وجبة نظيفة صح؟ الحين بناخذ جولة فوق، تعالوا وياي. حق
حاليا موجود في طابق العلوي، طبعا موجود عندنا مطعم لو كالوريز في صالة بينوس، طبعا مطعمي المفضل. حين بناخذ وجبة باخذكم جولة في حلاق، موجود عندنا حلاق، موجود عندنا غرفة المساج، غرفة العلاج طبيعي، ومحل سابلمنت عندنا متوفر في صالة بينوس. حاليا انا متواجد حلاق. شوف الكواليتي، يا الله شوف الكواليتي. بس ناخذ جولة في محل البروتينات. قبيان دون بانيك يس سير. طبعا حاليا احنا موجودين محل بروتين بار، طبعا متوفر عندنا براند بينوس. وايدين تسألوني وين محل بينوس، وين اغراض بينوس؟ اغراض بينوس هي اللي يبي ياخذ ديسكاونت 25% طرف موسي. عندنا هني غرفة علاج طبيعي، مساج علاج طبيعي متوفر عندنا في الصالة، غرفة علاج طبيعي. طبعا هني عندنا غرفة بوزنج روم، حسب تاخذ راحتك ما حد يغثك وتعيش بوزنج روم. زين اخواني، طبعا هناك عندنا ليدي سيكشن حق الحريم، ما اقدر ادخل لانه بحصل بيضربوني، ما اقدر ما بدخل هناك. طبعا هني غرفه الصلاه المسجد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في مفاجاه حلوه وراويكم، بس خلوني اكل وراويكم شيء. ما في في الصاله في دبي، في دبي ما في الا هني بتحصل. طبعا الحين وقت الاكل، خلوني اكل وبراويكم شيء حلو عقب ما تستانسون. بالعافيه علي. حاليا احنا موجودين في غرفه الملابس، الحين انا بشير اغير، ادري بكم تتريون المفاجاه صح، بشير اغير براويكم المفاجاه. تريون المفاجاه صحيح. طبعا بعد التمرين المجهود شو يبالك؟ يبالك ريكفري. شو ريكفري؟ الريكفري ماي بارد وثلج. تعالوا براويكم المفاجاه. صالة ثالثة بارعة، فإن شاء الله بشوفون شيء جديد. يعطيكم العافية وأنا بردان، خلوني أسير نص.